السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، كان عندي سؤال: ما حكم الزواج لفتاة من شخص مدخلي مع العلم ان هي ليست مدخلية؟ الزواج حلال الزواج ايه؟ حلال، حلال؟ ليس بمحرم، لكن غيره أفضل منه. إذا كان واحد سباب للعلماء، أصل الزواج حلال، لكن زواجك تتزوجين من الشخص الصالح الفاضل الذي يحفظ لسانه من البذاءات أفضل، لكن أصل الزواج حلال. جزاك الله خير. وإياكم.